السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأ صاحب الفرافير. طبعا زي ما احنا عودناكم النهاردة إن شاء الله بنصور لكم 5 فدان جمعية تقنين قديم. طبعا زي ما احنا عودناكم على طول بنصور من البير. ده بير أعماق 800 متر، بير حكومة، متركب له طاقة شمسية، موجود عليه ديزل، الطاقة تقريبا 75 حصان، 75 كيلو، والغاطس برضو 75. زي ما احنا شايفين كده احنا بنصور، طبعا خلاص كده الشمس مرحلة الغروب زي ما احنا شايفين، دي الابراج اهي. ابراج الطاقة اهي طبعا متوجهة طبعا ناحية الغروب للمصداقية. يعني احنا طبعا مش كل شوية بنقول المصداقية الحاجة، احنا بنقول المصداقية اللي طبعا احنا بنتكلم الكلام. الحمد لله اللي انتوا بتشوفوه في الفيديو هو بالظبط اللي احنا بنعرضه. طبعا برضه هنتحرك عند المكنة وعند خروج المية من البير وهنصور لكم. ده طبعا الغرفة بتاعت الانفنتر، وده طبعا الديزل اللي موجود، برضه ده الخنزلات بتاعت الحكومة. كان في فارق جاز كبير بيشتغل من الطاقة الشمسية. طبعا ده طبعا كبير اهوت، كبير اعماق. كده اتحركنا طبعا عند البير اهو، الجزء الاولاني منه مواسير. هنتحرك لاول جزء طالع منه الميه ونصور لكم ان شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين كده الميه، بس طبعا احنا فتحنا محبس لان الخط كلته مواسير لحد المروه. فتحنا محبس كده عشان نوري لحضراتكم الميه بس، لكن طبعا الميه ماشيه في اتجاه تاني. لسه مستمرين معاكم 5 فدان جمعيه. البير طبعا بير اعماق زي ما احنا صورناه. الارض على 188 فدان. طبعا دعم من الدولة كيماوي. البير طاقة شمسية وديزل زي ما احنا شايفين كده. دي المنطقة كلها زي ما احنا عودناكم واحنا بنصور، دي المنطقة كلها على قد ما الكاميرا بتجيب. يعني دي المروة طبعا اللي عليها الأشجار ديت، وده الطريق الرئيسي. مصرف الصرف، وادي الأرض اهي كلها زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وده طبعا البرسيم شارب اهوت، المصداقية في الكلام. يعني ده اكبر دليل طبعا ان الارض كويسه، طبعا الميه هيت والزرع باين اهو. طبعا كل حاجه طبعا من ايد الفلاح، هو اللي بيخلي الارض جنه، هو اللي بيخلي الارض بور. لكن زي ما احنا شايفين، خليكم مستمرين معانا ان شاء الله. برضو هنتحرك في مكان تاني ونصور لكم. طبعا اتحركنا اهوت في زاويه تانية من الارض، ده الطريق اللي هو الفرعي خاص بالارض، وده دوار جنب الارض اهو على طول. والارض فيها اوضه اهي برضو. 5 فدان مزروعين كلهم برسيم زي ما احنا شايفين كده. ودي المروه بتاعتهم اهيت، فيها ميه اهوت. النهارده طبعا واحنا بنصور كده يوم الري زي ما احنا شايفين اهوت يا جماعه. انا يعني بسم الله ما شاء الله. الصحراء عامه يعني لما تشوف المنظر ده في الصحراء انت بتطمن، ما بالك ان انت تاخد ارض كده يعني اللي تعب فيها واجتهد ووصل الارض ديت من جبل للمنظر اللي انت شايفه ده.
ده والله ما أي فلوس بيباع بها الأرض ما تسوى، تعبه ومجهوده 10 15 20 سنة، بس طبعا كل واحد ليه نصيب في حاجة، وكل واحد بيفرط في حاجة ربنا عوضه بأحسن منها، بس زي ما احنا شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله. 5 فدان جمعية مزروعين كلهم برسيم زي ما احنا عودناك كده، بنتحرك في كذا مكان من الأرض ونصور لكم الأرض، بحيث إن أنت إيه تقدر تحدد من الفيديو 60% من القرار. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بنصور طبعا في شهر 9 يعني في الصيف، يعني 5 برسيم مزروعين مفيش فيهم حاجة نشفت، يبقى كده المية بتكفيهم، وحاجة بسم الله ما شاء الله. سواء بقى ديزل سواء طاقة، كل بير طبعا ليه طاقته، وكل بير على ليه ظروفه، بس طبعا ايا كان يبقى انا كده اقدر برضو لو انا اشتريتهم يتنيهم برضو معايا وشغالين ويدخلوا لي دخل شهر محترم. وطبعا زي ما احنا عارفين البرسيم دلوقتي بدأ اسعاره تزيد جدا، بدأ يتراوح من بين 3500 ل 4000 من التاجر على حسب كفاءة البرسيم. وطبعا الموجات اللي بتحصل دلوقتي من التغير المناخي بدأت طبعا الأعلاف تزيد. طبعا مش عايزين نطول عليكم في الكلام، لكن طبعا كل حاجة معروفة، لكن احنا بس بننوه عن حاجات كده يعني ايه. فطبعا البرسيم ده علف الحيوان طبيعي، حاجة كويسة جدا. برضه هنتحرك للأرض، هي طبعا الأرض بتروي، فطبعا هنحاول نتحرك في أماكن بس ناشفة شوية ونصور لكم يعني. لكن زي ما احنا شايفين كده الكاميرا طبعا بتقدر توصل الأرض بسم الله ما شاء الله، هي مفيهاش فدان شبر باير زي ما احنا شايفين كده. حتى صاحب الأرض اهوت للمصداقية يعني برضو بير وهو بيقفل. خليكم معنا، هنتحرك في مكان تاني إن شاء الله ونصور لكم. اتحركنا في مكان تاني اهوت، ده برضو المروة، ودي المية زي ما احنا شايفين اهوت. هنقدر نمشي على المروة الفرعية اللي جوه الأرض اهيت، زي ما احنا شايفين اهو المية، ودي الأرض اهيت. نحاول نمشي كده على التربيعة، دي الأرض شربت اهيت، وده الجنب التاني. حاجة بسم الله ما شاء الله والله. يعني احنا جايين نعمل معاينة ونتفرج على الأرض، لأن صاحبها بيروي، فده برضو حاجة كويسة جدا يعني. زي ما احنا شايفين اهيت الأرض راوية جنبنا اهيت. بير أعماق، أرض جمعية، بس طبعا طوله بسم الله ما شاء الله. طبعا الزرعة بتتكلم، يعني احنا مش عايزين نتكلم على حاجة هي نفسها موضحة نفسها. هو لسه سدد طبعا التربيع للناحية دي، المروة الفرعية. زي ما احنا شايفين كده طبعا انا بتحرك في اماكن كتير من الارض عشان اوضح طبعا كل حاجة. ربنا يبارك لصاحب النصيب، وطبعا زي ما احنا عودناكم في اخر الفيديو بنعرفكم كل المعلومات اللي انتوا عايزينها عن الارض والسعر كل حاجة. ده طبعا الطريق الرئيسي اهوت ماشي عليه المكنة اهيت. الأرض طبعا تبعد عن الكفاح الأم، قرية الكفاح 2 كيلو بالظبط. خليكم معانا برضو هنتحرك في مكان تاني ونوضح لكم إن شاء الله. اتحركنا في مكان تاني، طبعا التربيع اللي لسه مقفول عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، المية هي لو الكاميرا موضحة.
ودي التربيعة اللي لسه مفتوحة عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو، المية قدامنا اهي. حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا الطاقة لسه شغالة، احنا تقريبا الساعة 6 لسه مستمرين معاكم، وده طبعا من الاتجاه التاني من الطريق الرئيسي، بس طبعا الشمس هتقابلنا. ده الطريق الرئيسي وده المصرف، ده طبعا الأرض اللي جنبنا كده زي ما احنا شايفين كده، ده البرسيم اهو بينكبس، المكبس شغال اهو زي ما احنا شايفين كده، ده البرسيم طبعا اتلم اهوت وبينكبس. المنطقة كلها خير والله. إن شاء الله هنعمل لكم حلقة من البرسيم الجديد. طبعا زي ما احنا شايفين اهوت المكبس شغال بيكبس ويطلع البال اهوت. ان شاء الله هنعمل حلقة وافية وكافية عن كل حاجة تخص البرسيم الحكاسة. طبعا خلينا في الارض بتاعتنا ومعانا الاستاذ محمد هيقول لنا وضعية الارض دي. الأرض دي يا أستاذ عماد أرض جمعية تابعة لجمعية أبو بكر الصديق، تقنين قديم من قبل سنة 2000، أرض قديمة زرعة بقالها أكتر من 25 سنة، والشجر موجود أهو بيدل على الكلام ده. الأرض دي تقنين قديم يعني لسه عليها مبلغ بسيط للدولة. الدولة طبعا مش مطالبة الفلاحين بيه دلوقتي، لكن بيتسدد أقساط. يعني ليها بطاقة زراعية بال5 فدادين، هي أصلا البطاقة ب7، ولو حصل نصيب صاحب النصيب بيجي بنعمل له فسخ في البطاقة ب5 فدادين، ويبقى معاه بطاقة ب5 فدادين في الجمعية، يبقى ليه دعم على المخصبات والكيماويات والكلام من ده. الأرض دي ليها 9 ساعات مية، مش خمسة، هي خمسة ولكن ليها صاحبها مشترك في البير ب9 ساعات. البير عليه طاقة شمسية، بير سطحي، البير عليه موتور 75 بير أعماق يا شيخ محمد، أعماق. بير أعماق 800 متر، عليه طاقة، البير على 188 فدان، المعلومات دي خدناها من صاحب الأرض. تمام. الأرض ما شاء الله يعني الصورة بتتكلم، الأرض ما فيش فيها شبر باير، 5 فدادين محترمين جدا، زارعين من الجسر للجسر، مفيش فيها حاجة باير، ميتها مكفياها. واحنا هادينا التصوير في الصيف، وفي الصيف يعني 3/4 الوضع هنا في الوادي الجديد بيقول ان نص الاراضي بتزرع ونصها باير. لا، دي ارض من الاراضي المميزة هنا اللي كلها زرعة صيف وشتاء. بالنسبة للسعر طبعا هنقعد مع صاحب الأرض وبعد كده نبلغه بالسعر إن شاء الله. وشكرا ليكم. سعر الفدان 90,000 على الحصاد. كان معكم عماد نبيل قناة الدقة صاحب الفرخة.